سولات هنا التمريرة من زهير، عرضية ممتازة تابعها أحمد علان، تصويبة أكملها بالشباك، أكملها نعم بالشباك، فريق جبل المكبر يسجل عن طريق شهاب القنبر، تصويبة وأكمل الكرة في الشباك. به المنافسة الشرسة حتى الأمتار الأخيرة، صعد المركز وشباب يطول. الآن نبدأ الفرصة، شوقي يعود، شوقي يسجل جول، شوقي سويطي استقبال بالراس، تصويب يا ولد يا ولد، مباغت الكرة يا شوقي. الناحية اليمنى مدحت علان، مدحت علان عرضية نموذجية، يا ولد يا ولد، الله 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 الله، غريبة هذه الكرة نموذجية، هدف ساحوري ثاني جول، المكبر يكبر يسجل يدور، نموذجية من مدحت علان، شاهد الأرضية والراسية، بدأت تظهر عرضية مدحت علان، راسية شهاب القنبر، اوه على الخطأ الدفاعي، لا تخطئ هنا امام المكبر، جول، خلاص خلصوها، وبالهدف الثالث دونوها، وبالتصويبة الثالثة أعلنوها، طلبت بها النتيجة، أي نعم، تصويبة شهاب القنبر، سماحة جبارين غير النتيجة، يا ولد على الرابع يا مدحت، خلاص غريبة يا جمعية، ما هذا التراجع، وما هذا الإبداع يا نسور، ما هذا الإمتاع يا جبل، ساحوري أنا متمرد ونحو الشباك متغرب، ساحوري أنا جل والرابع أدون، خلاص الحكاية خلصت، هدف رابع يسجل.